حديث البلد مع ناي سليمان. بس انت من بدنايل ونايل من بدنايل، بتعرفوا بعضكم شيء؟ اكيد عجب هلا تفاجأت عم بتطلع. بونسوار اول شيء للحضور، اهلا وسهلا فيك. عالتيفي كمان عم يحضرونا، واكيد انبسطت. هلا اول شيء ابو سليمان تعرفت عليه حضرته، يعني بيطلع بي سليمان وابو سليمان. وعباس كمان انبسطت انه هلا موجود معك من الضيعه، في عندك دعم من الضيعه كمان. اكيد بدها تبعت معك غرضين على الضيعه. هي عم تطلع اكثر مني، انا ما عم بطلع. بدنا نجوزه لعباس، اذا تجوز بتغني له بعرسه؟ ولا ما بدها سؤال. شو بتقولي له اذا تجوز هيك شي غنيه؟ شو بدها قلي له؟ اغنيه فرح يا ضيعانك. مبروك يا ضيعانو. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك مبروك. والفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. هلا عباس بالعرس، ونحن عزمنا حالنا، بقي نتفق مع الزهور والمحل العرس وعلى الاكل وسياره العريس عندي وسياره العريس. لا في العروس. العروس انت مدبرها اكيد. نحن ليس دو مارياج عندي. انت بتقبضه. ناي سليمان، انت فنانه لبنانيه طليتي على الجمهور من حوالي 6 سنين، سافرتي بعدها على دبي، واليوم رجعتي من خلال اغنيه وكليب انت قمري. ما رجعت بالطياره؟ لا. جيت ماشي على اجري على الاوتو اون. بنرفع لها الاونز نحن. إضافة لديو ارجع لي اللي أديتي مع الفنان ورجل الأعمال جورج دفوني وأثار بلبلي، لأنه تسرب بصوت الفنانة صوفيا المريخ والملحن صلاح الكردي. أخذت نفس بس عم أحكي عن الموضوع. أي هلا أول شيء بدي أحكي عن أنت قمري، لأن هي أغنية الكومباك لإلي. نعم. صورت فيديو كليب مع ريندا لقديح، ويعني هي الشيء اللي بسطني اكثر شيء. نعم رح اكيد ورح نحكي عنها ورح نشوف بلاير كمان من هالفيديو. بس بالنسبه لاغنيه ترجع لي، انه ايه بتزعلي يعني بعد ما تكوني عامله غنيه هالقد مبسوطه فيها، حدا يجي بده يستفيد من انه يرجع غنيتك، بده ياخذها ينصبها لإله. بس ينصبها يعني ولا بصار ينصبها تزبط. بتعتقدي انه هالتسريب صار يعني مقصود؟ هلا صراحة الغنية ملك جورج دفوني. نعم. وهو بيقرر إذا مقصود ولا مش مقصود، لأنه هو رفع دعوة. نعم. وهو حسب ما خبرني إنه عرف مين يلي عمل هيدا الشيء. مين؟ لا ما في. لا بتقول. بس معقول جورج خبرك لإلك وأنت ما تخبرينا؟ قولي 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 قولي. الأغنية ورا تسريبه؟ لا أكيد لا. لا طوله أكثر من عرضه؟ موجود بالصندوق؟ إله ماسكة؟ هلا في لكم إنه الغنية تسربت، بس هي لإلي لناي سليمان ولجورج دفوني الأغنية، وإن شاء الله يكونوا حبوها بأصواتنا. نعم. لمين سربها؟ ليش سربها؟ ما همنا صراحة، اثنيناتنا يعني. نحن بنسرب ومشي الحال. طيب اليوم شو اللي بخلي بزنس مان يعني جورج دفوني يعمل ديو مع ناي سليمان؟ مع ناي سليمان وهو عايش بالولايات المتحدة الأمريكية. بزنس مان بحب العزف عن ناي. أول شيء بدي أوجه له تحية لجورج، لأنه بأمريكا وبعد ما أجا على لبنان. بس وقت نزلت أنت قمري الأغنية كتير حبها، يعني كتير حب صوتي، ونعرض عليه كتير فنانين أنه يغني ديو معه، فعمل كونتاكت معي.
هلا انا قلت له انه ماني وارد هلا اعمل ديو ولا وارد انه غ يعني بعدني منزله انت قمري بدي انبسط بانت قمري اكيد بدك تنبسطي شو معقول فقال لي ناي فيز تبع الغنيه لان عن جد حلوه بتغيري رايك وجوز انبسط بانت قمري صراحه لا انبسط برجع لي لان غنيتها كثير حلو فلما رحت سمعتها بالاستديو عن ناصر الاسعد بدي اوجه له تحيات كثير كبيره كمان انبسط ناصر الاسعد بانت قمري اللي سوري رح انزل لا شكلك انت مشال خلينا نغير عن الاسم رح تصير هاد خلينا نغير عن الاسم مشال ما فيك تحكي معي ولا كلمة لأ وأنا من بعالي ولا والله بفرق ما فيك ولا ما فيك أي واحدة منه اثنين ما فيك تحكي معه بدي أسأل مش عم تشوفنا ولا لا لك شايفك أكيد يعني طلع ضوي قمر ولا شو لك قمرين طب هيدا لا أنت قمر وين بتقولنا قبل ما تغني هالغنية انه ذكرنا المعلومة ناقصة انه كان مفروض تغنيها الديو صوفيا المريخ وراغب علي مع حفظ الألقاب بعدين ما مشي الحال بدي وجه تحية كتير كبيرة للسوبر ستار راغب علامة لأن لما نزلنا الأغنية أنا وجوج حتى على تويتر طبعه مبارك لجوج تفوني وناي سليمان وهيدي بدرك ولفتة كتير حلوة منه لأن عن جد سوبر ستار وقال برافو 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 لأن حب الغنية بأصواتنا يعني على كل حال راغب معروف بساعة صدره وبتشجيعه يعني دايما نحن موجه له تحية لأنه غالي على هالبروغرام قال برافو 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 أكيد مش بطور جعجع اللي حط لكم كومنت ما بعرف ما في شك ما في شك ما في شك اكيد 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 ما بتبقى خلينا نسمع خلينا نسمعها بصوتك بدي حدك اعيش وتكون شريكة حياتي انا ما في اعيش لولا حبك بحياتي ما اقول الايام بعد ما قالت شو بدي انا ما بدي غيرك حدي بدي حدك اعيش وتكون شريكة حياتي انا ما في اعيش الا بحبك بحياتي معقول الايام بعد ما قالت شو بدي انا ما بدي غيرك حدي حلوة ماتيلدا مين اهضم ناي او ميشيل؟ ناي ناي اليوم عم نتابع رح جايبتك ارض اليوم يا ريت بتجيبني بعد اكثر ارض هلا انا شو قلت بسليمان انه شوي رح يكون هيك يعني شوي ايه لطيف لا بس ما احليكي طلعتي قدو ناي ناي اليوم عم نتابع على الام تي في كليبك الثاني انت قمري كلمات منير ابو عساف الحان هشام بولوس توزيع ناصر الاسعد واخراج والماسترينج لموريس طويلي اوديو فيزيون كمان واخراج رندلا حتى نقدر نشوف هالفيديو كليب او مقتطفات منه بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وبس تضوي احمر Player Possum. انت قمري كل الباقي لي من عمري عن هني حالي بقدري يا عمري واللي بس انت قمري كل الباقي لي من عمري عن هني حالي
اسمها انت قمري بس ما بنشوف غيرك بالكليب، وينه قمري؟ قمري صار بالسما. بالسما؟ اف ثقبت انه انا صورت الكليب بعد اسبوع توفى والدي، فهو رح يشوفه انه باخر الكليب في ديديكيشن لبيي، فهو اكيد قمري. الله يرحمه، لان بسببه انا موجوده هون وبسببه انا بغني سميني ناي لان بيعزف ناي. هذا اللي كنا بدنا نقوله. انت من بدنايل مثل ما قلنا، البقاع ما بدنا نزعلك الليله. والدك الله يرحمه كان يعزف ناي، مشان هيك سماك على اسم هالآله اللي بحبها وشجعك على الغناء، وهيك قدمت سنه 2006 اول البوم لإلك تجرح فيها. ومن بعده سافرتي على دبي وقدمتي حفلات بالعديد من الدول العربيه قبل ما تقرري ترجعي على لبنان وتتعاقدي مع شركه اي ام بي ام. الليله اللي بدنا تذكرينا، ما بدنا نزعلك، بس بدنا تذكرينا بأغنية مين أهم من ألبوم تجرح فيها. أوكي. مين أهم مني بهواك، مين أهم مني، إيش قلك صبحك مساك بعدك عني، أنتظر ساعة البريد يومي طمني، ولا يجي حبك أكيد هو المجنن. لا لا ما لا ما لا. بدي اقول لها عن الكليب، اللوكيشن كثير حلو. ثانك يو. قام صورته بضيعتي. انا فكرت الشجر هذا كله بدنا. والله شايف شو اصلا البقاع كله حلو، وتحيه كبيره لاهل البقاع من مضيافين، ويعني بتمرق يمكن عم تشتري شيء من محل بيعزموك تقعدي عندهم. ناطرينك. يلا ايه عزمين. ناطرينك. نحن كلكم معزومين على اللوكيشن. دعوه مشتركه هلا اليوم. بيشرفني. ان شاء الله بيعرسك. اكيد. ان شاء الله. ناي ما رح تخليك تفلي قبل ما تهديه لميشيل غنيه تكون هيك بتلبق له. تلبق له لميشيل؟ لميشيل. صعبه. شو؟ كثير صعب. شو صار؟ تيراش لا جيت خبطيني كمان. بيتو انس بي. وانت معايا. الله. بيتو انس بيك وبلاقي فرقك بيا. لما طاريه انا بيتو انس بيك. ولما بتبعد. ولما بتبعد. انا بيتو انس بيك. وخيالك بيكون وياي وياي وانجاك صوتك صوتك بيوندسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق ينادي لك جوايا وانا 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 انا 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 وانت معايا. ناي من خلالك بدي ودي تحيه كبيره للفنانه ورده اللي بعرف انه بتتابع البرنامج وصار جينا عده مرات اصداء منا انه بتحب البروجرام. ان شاء الله بتكون ضيفتنا. ان شاء الله بتكون ضيفتنا عالقريب. البلايند تيست. لنبلش البلايند تيست على حديث البلد الديجي تونسي. ولا 6 باكس هيدول؟ هيدول 6 باكس بس مش حقيقيه. مش الحقيقيه. طب في 6 باكس ولا ما في 6 باكس؟ لا ما في. وين ما في؟ ما عم تعمل سبور هالايام؟ شوي على السهر والالكول بتعرفي. لا سهر اوكي، الكول شوي ما لازم كثير. قولي ميشيل كل يوم جيم من الصبح لعشية. ايه ميشيل عم جيمك عم جيمك. فتحوا له 2 باكس جديد له، عامل 8 باكس ميشيل. كيف الاغاني عندنا الليله؟ هينين ولا صعبين؟ شوي
شوي. طيب بدي اطلب من كل فريق على السريع يتشاور مع اعضاء الفريق اللي عنده مشان ينقوا اسم لفريقهم. قررنا شو عمري عمري هذا مش قرار مش لهي تبليغ على كل ان احنا تبلغنا خلينا نقول اليومبوع عمري شو رايك؟ لا بقول انه ثلاث ليديز يعني ثلاث نسمي قمار اوكي بس خلينا خلينا مشان نعمل دعايه لليومبوع كمان نقول يومبوع قمري اوكي وعلى الشمال تنوره ماكسي كثير سلبي اوه تنوره ماكسي كثير سلبي هلا كثير كثير حمياني بدي اذكركم انه رح تسمعوا مطلع الاغنيه بدي اسم الاغنيه مش اسم اللي بغنيها وفيكم تزعبروا قد ما بتكون مع الجمهور اوكي تركيز قوي كثير ايه وتوني فريق اليومبوع قمري فريق تنوره ماكسي كثير سلبي بعدنا بعدنا ما تستسلم ما تستسلم كارول ابدا عسيري حرام لا لا ليك ما تستسلم كارول خلينا نشوف تركيز قوي كثير يلا عباس تركيز يلا شرشيت ظهر كبير حبيبي يا نور العين نور العين حبيبي يا نور العين حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك بجالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك بجالي وجابت النقطة الثانية لليومبوع قمري تنورة ماكسي كتير سلبي تركيز قوي كتير أغنية أجنبية أوكي؟ أجنبية بارد رايحة فيها طلوع تركيز قوي وتوني بس كتير معناها حلو انا كتير حبيت إيه المعنى شو معنى الكلمات هي بتحكي هي مش عبد الحليم هذا وقت هلا فقط اخر الحلقه الجاي جمهورنا عرفها ايه جمهورنا بيأثر ما انتم بتتنقلوا من هون هن بيتنقلوا من هون تنقلنا نحن هلا تركيز قوي فيهم يتعادلوا فيكم تسبقوا اوكي تركيز قوي كتير قطب Yeah.
كلمات بس دايما بس تنورة مكسي كتير سلبي واكيد روحوا احضروها وعن جد الينبوع قمري وكلكم شاركوا معه نهار الاحد وهيك بتكون انحسمت لصالح الينبوع قمري وهيك بتكون حلقتنا لليله